فارقة. أول ما بلشت الكورونا، الجائحة الأولى للكورونا، يعني كان الوضع فعلاً إنه نحن كان الدنيا حجر، فأنت بتتابع كل الأخبار من السوشيال ميديا، فوقتها كان إنه كثير العالم عم تحتاج إسطوانات أكسجين، عم تموت العالم ببيوتها، ما في أطباء عم يطلعوا على البيوت. فهذا الوقت يلي أنا قررت فيه إنه أنا لازم أعمل شيء مفيد يفيد العالم، يفيد أهلي يعني بهي البلد. فلما شفت إنه بيعقمها محتاجين متطوعين، فقررت إنه أنا أنزل أتطوع. بلشت الكورونا وبلشت العالم تتأثر صحياً، بلش يصير في وفيات، يصير في حزن كتير كبير بالبلد نتيجة إنه كل شيء تعطل بالحياة. فكان كل التأثيرات عم تكون سلبية، كلياتها خسارة. بس أنا ما تخيلت أبداً إنه أنا أكون حدا ربحانة من هذا الشيء. أنا ربحت شريك حياتي وكان له كتير تأثير كتير حلو بحياتي، وصارت حياتي أحلى. عنده لهفة للآخرين، بحب يساعدهم بسرعة، يعني ما بيأجل الأمور المساعدة، فوراً دمه حامي يعني، فوراً بروح بيساعد. بس هذا الشيء أوقات عم يكون سلبي، لأنه هو عم يهمل حاله وعم يهمل أشخاص مقربين منه مقابل أنه هو يساعد الآخرين. بلشت مشاعري تجاه أوكران طلل، يعني كان في كتير صراع بين أنه هذا الشخص هو معرض كتير للخطر، وقدامي عم شوفه يعني تعرض للخطر، وانه هو كمان حابب انه يساعد، وانه ما فيه كمان هذا المكان انه كتير محتاجه، محتاج الشغل بيحتاج وجود وفران. كان كتير رابط صراع موجود وعم يدور انه لا، هي الافضل انه تقعد بالبيت وتبعد عن كل شيء مصادر خطر، ولا هي تضلها هون خاص تعيش شغفها وتعيش انه هي حابه انه